هو مقبرة الملوك والأمراء، استغرق بناه 40 عام، فهو عابر بين العصور سواء الفاطمية أو المملوكية أو العثمانية. بيتوافد عليه كتير من الإيرانيين لزيارة قبر شاه إيران، وبيمارس فيه بعض الناس واحدة من الطرق الصوفية رغم أن صاحبها ما اتدفنش بيه. نحن الآن بين جنبات مسجد الرفاع. سمي جامع الرفاعي بهذا الاسم نسبة إلى الإمام أحمد الرفاعي صاحب الطريقة الرفاعية، على الرغم من أنه لم يدفن به، إلا أنه يشهد الاحتفال بمولده سنوياً في مشهد مملوء بأجواء الفرحة والسعادة. افتتح المسجد 1911 وقيمت به الأشعار الدينية. قبل بناء هذا المسجد كان موضعه مسجد هو يسمى مسجد الزخيرة أو زخيرة الملك، وثم بعده كان موضعه زاوية، زاوية الرفاعي أو الزاوية البيضاء نسبة إلى الشيخ أحمد الرفاعي، وهو شيخ الطريقة الرفاعية. وعلى الرغم من أن هذا الشيخ لم يدفن في مصر، إلا أن نسب إليه هذا المقام في الزاوية البيضاء أو زاوية الرفاعي، ودفن في هذا المقام أحد أحفاده وهو الشيخ علي أبو شباك. موقع المسجد قديما كان زاوية الرفاعي المدفون بها الشيخ علي أبو شباك الرفاعي. سيدي أحمد الرفاعي مسجد زواره عالية وسياحي، وأنا بقعد في المسجد أكتر ما أقعد في البيت، لأنه يعني فيه روحانيات عالية، والواحد بيحس براحة نفسية جدا في هذا المسجد. الواحد بيقرأ قرآن كريم وبيقرأ الفاتحة للملوك والأمراء، وكذلك سيدي علي أبو شباك حفيد سيدي أحمد الرفاعي اللي مدفون حاليا في العراق، الواحد بيقرأ لهم الفاتحة يوميا، والواحد بيقعد في هذا المسجد أكتر ما يقعد في البيت، لأنه بيحس براحة نفسية، براحة عالية، فيه زوار من جميع أنحاء العالم. المسجد بني على الطراز المعماري المملوكي اللي كان سائد في القرن 19 والعشرين، واللي بيشبه المباني الأوروبية في الوقت ده، وكمان استغرق بناؤه 40 سنة. يصاحب المسجد تاريخ مثير للاهتمام، فكان في بداية الأمر مسجد صغير من العصر الفاطمي يسمى مسجد الذخيرة، أنشأه الملك جعفر والي القاهرة في عام 516 هجرية، ثم تحول إلى مقام للشيخ علي أبو شباك. ومن هنا جاء اختيار خشيار هانم والدة الخديوي إسماعيل الزاوية الصغيرة دي، وشراء كل الأماكن المحيطة بالمقام من الجهات الأربعة. قامت السيدة خشيار هانم ببناء هذا بشراء هذه الزاوية وما حولها من مباني أخرى، وأقامت وأمرت وأسندت إلى المهندس حسين باشا فهمي تصميم المسجد، والذي قام بتنفيذ التصميم، وإلا أن البناء لم يستكمل وظل لمدة 25 عام، ثم أعيد لاستكمال البناء في عهد خديوي عباس
حلمي الثاني. طبعا المسجد يضاهي ويوازي مسجد السلطان حسن من حيث الارتفاع ومن حيث الضخامة. مساحة مسجد الرفاعي تقريبا 6500 متر. يضم هذا المسجد بيت الصلاة أو مكان للصلاة ومقابر خاصة بأسرة محمد علي، ومنها مقبرة للسيدة خشيار هانم والدة الخديوي إسماعيل. أوكلت خشيار قادن إلى المهندس حسين باشا فهمي إنشاء الجامع عام 1286 هجرية 1869 ميلادية، وأن يلحق به مدافل العائلة المالكة، واستوردت مواد البناء من أوروبا زي الرخام الإيطالي وغيره. كما أن يضم ضريح الصحابي الجليل يحيى الأنصاري وضريح خاص أو تركيبة خاصة بالشيخ علي أبو شباك الرفاعي، وهو يعد هذا الضريح ومقصد للعديد من رواد الطريقة الرفاعية في مصر. طبعا الجامع بعناصره المعمارية والزخرفية هو تحفة فنية تجمع ما بين الطراز الفن الإسلامي وطراز الفن الأوروبي. عندما توفيت خشيار هانم عام 1885 ميلادياً توقف البناء لمدة 25 عام، إلى أن أمر الخديوي عباس حلمي الثاني باستئناف البناء، وافتتح المسجد لصلاة الجمعة في أول شهر المحرم سنة 1330 هجرية 1912 ميلادياً. معادن مسجد الرفاعي امتازت بالرشاقة والجمال، فهي من أول المباني اللي تم استخدام مادة الأسمنت في تشييدها، وده بيعتبر مؤشر للانتقال إلى عصر حديث في العمارة الإسلامية. في الناحية البحرية من المسجد توجد 6 أبواب تؤدي إلى حجرات. أول هذه الحجرات في الجهة الشرقية، بها 4 قبور لأبناء الخديوي إسماعيل وقبر شاه إيران محمد رضا بهلوي. وبخطوات قليلة تجد نفسك أمام قبر الملك فاروق. هذا المسجد يعني به روحانات عالية، وكذلك أنا بقى يعني بقرأ سورة الجمعة بكرة في المسجد، وبيكون شعار في المسجد، وبصلي بالناس الأوقات كلها، الظهر العصر المغرب العشاء، وبه زوار يعني من أنحاء العالم، لأنه مسجد يعني من أولياء الله الصالحين. في مقابل المحراب دكة المبلغ من الرخام الأبيض ترتكز على أعمدة، وتحيط بجدران المسجد بخاريات مذهبة، ومن السقف تتدلى مشكوات زجاجية ونحاسية. كل من يزور المسجد بيذهل من التفاصيل الدقيقة في الزخارف سواء في الجدران أو في الأعمدة العملاقة، فالمسجد مقصد لكل سياح بمختلف أجناسهم، ودائماً ما يحرص المصريون على أداء صلاة التراويح في شهر رمضان هنا بالمسجد لتصميمه المعماري اللي بيضيف حالة من الأجواء الروحانية بين الحضور.